نشكر ربنا على ايه؟ بشكره انه يعني اعطيني انه هدوم، اعطيني كل حاجة ان انا عايزاها. انا عم بدلو يعطينا اكل. بشكره على الحياة اللي بيعطينا اياها كل يوم، على العقل لانه حياتي مريحة، لانه مسي تعطينا اكل. انا لستني عايش على حياتي وعيلتي وعلى صحتي وكل شيء. هشكره انه هو بيبعت يعني الماما فلوس عشان احنا يعني نجيب اكلنا وشربنا و يعني ونعيش حياتنا. الاكل بشكره لانه خلصنا من الحرب، انه ما يتعصب ليه مشاننا.